بسم الله الرحمن الرحيم. تنظيم وإدارة الصيدليات هي بمثابة تطبيق لعلم الإدارة في الصيدليات. الوحدة الثانية بيكلمنا على القيادة في الصيدليات من حيث مفهوم القيادة وبعض المفاهيم الأخرى، نظريات القيادة، دور القيادة في الصيدليات. مفهوم القيادة: القيادة بصفة عامة بتعرف أنها عملية تأثير في الآخرين من أجل تحقيق الأهداف. ورد في أدبيات الإدارة أنماط أخرى أو أشكال أخرى من القيادة، مثل القيادة الديمقراطية، وبتعرب أنها هي القيادة التي يشارك فيها القائد مرؤوسي في اتخاذ القرارات، وتكون الاتصالات في اتجاهين، وأيضا عرض آراء ومقترحات المرؤوسين. القيادة المتسلطة هي القيادة ذات الحزم المفرط والتحديد الدقيق لواجبات المرؤوسين والرقابة الشديدة في أعمالهم، والاتصال ذو الاتجاه الواحد وتركيز سلطة اتخاذ القرار لديها. المدير الدولي هو الذي يصلح لإدارة أعماله على المستوى العربي والدولي. القائد التحويلي هو القائد الذي يحاول تغيير المنظمة من حالة إلى حالة أفضل، حيث ينمي مشاعر الثقة القوية نحوه بما لديه من كاريزما، أي موهبة أو جاذبية، وبهذه الطريقة بيشجع على إحداث عدة تحويلات داخل ثقافة المنظمة. عندنا بعض الملاحظات على الأنماط الشائعة من القيادة، وأول ملحوظة بتتمثل في إن خصائص القائد التحويلي بندرجها في عدة خصائص. أولا، لديه رؤية ورسالة بيركز عليها، يحتفظ بصورة إيجابية لدى التابعين، الثقة في النفس والمعتقدات، بيضع أهداف عالية للتابعين تثير الرغبة للتحدي، يعتبر نموذج للتابعين، يمتلك قدرات لغوية والقدرة على التعبير. هذا النمط من القيادة في ظل التحديات العالمية الراهنة والمنافسة الشديدة أصبح وجوده ضروري جدا في المنظمات المصرية في الوقت الحاضر. الملحوظة الثانية إنه ليس هناك نموذج واحد للقيادة أو أسلوب بذاته أفضل من غيره، فالقيادة تتكون من عدة أساليب حسب ما يقتضي الموقف. الملحوظة الثالثة، قد يتطلب الأمر في الواقع العملي أن ينتقل القائد من أسلوب لآخر حتى في الموقف الواحد، والقائد الفعال هو قائد مختلف المواقف. ثانيا، نظريات القيادة. أولا، نظرية الرجل العظيم تدور حول مفهوم أساسي إن القادة يولدون ولا يصنعون. معنى ذلك إنهم ولدوا وهم يحملون مواهب فذة تؤهلهم للقيادة، ولكن بيؤخذ على هذه النظرية إن عدد القادة ومدى توفرهم شيء لا يمكن التحكم فيه. أيضا، إن القيادة الإدارية مسألة لا تخضع لاحتمالات التدريب والتنمية. النظرية الثانية، نظرية السمات. قدم رالف ستوجل 6 مجموعات لتصنيف القيادة، هي الخصائص الجسمية والخلفية الاجتماعية والخصائص المرتبطة بالعمل والخصائص الاجتماعية والذكاء والشخصية، وما زال البحث مستمرا حول سمات القيادة. وقد ثبت أن هناك سمات ضرورية للقيادة الفعالة مثل الاهتمام بالآخرين والنتائج. ثالث نظرية هي النظرية السلوكية، وتضم دراسة جامعة أوهايو والشبكة الإدارية. بالنسبة لدراسة جامعة أوهايو، توصلت هذه الدراسة إلى تحديد بعدين سلوكيين للقيادة، هما السلوك المهتم بهيكل العمل والسلوك المتعاطف مع العاملين. طب بالنسبة للسلوك المهتم بهيكل العمل، نجد إنه بيهتم القائد بتحديد الأدوار، التخطيط والرقابة، حل المشكلات، والاستخدام الكفء للموارد. أما بالنسبة للبعد الثاني، السلوك المتعاطف مع العاملين، فهنا بيهتم القائد بمساندة المرؤوسين واستشاراتهم ومراعاة احتياجاتهم، كما يسود العمل جو من الصداقة وتكون الاتصالات في الاتجاهين. مزايا هذه النظرية بتتمثل في التعريف بأنماط سلوك القيادة، أما العيوب فتتمثل في عدم مراعاة عوامل الموقف المؤثرة على القيادة. الشبكة الإدارية دي قدمها الباحثين بلاك وموتون، قدموا نموذج للشبكة الإدارية بيتكون من محورين: المحور الأفقي يمثل الاهتمام بالإنتاج، والمحور الرأسي يمثل الاهتمام بالعاملين. وتحتوي الشبكة الإدارية على 5 أنماط رئيسية كما في الشكل الموضح أمامكم. الخمس أنماط الأساسية ديت
بتختلف طبعا باختلاف اهتمام كل قائد من حيث اهتمامه بالعاملين أو اهتمامه بالإنتاج. فنيجي للنمط الأول اللي هو موجود في برتبة 1-1، لا يهتم المدير بكل من الإنتاج والأفراد ويعتبر نموذج للقائد غير الفعال أو القائد المتسيب أو الفوضوي. النمط 9-1 بيهتم المدير بالإنتاج ولا يهتم بالعاملين ويطلق عليه القائد المتسلط. أما النمط 1-9 يهتم المدير اهتماما عاليا بالاعتبارات الإنسانية ويعطي اهتمام قليل للإنتاج ويطلق عليه إدارة النادي وهو قائد غير فعال. النمط 5-5 بيهتم المدير بكل من الإنتاج والأفراد باهتمام وسط ويطلق عليه المنسق. النمط 9-9 بيهتم المدير باهتمام عالي بكل من الإنتاج والأفراد وهو النمط الأمثل ويطلق عليه إدارة الفريق وهو نمط متكامل. النظريات القيادة الموقفية هنتناول منها نظرية واحدة بس، هي نظرية المسار والهدف، ودي قدمها العالم روبرت هاوس، وبتقوم على أساس نظرية التوقع في الدافعية. تتعلق النظرية بكيفية تأثير القائد على توقعات مرؤوسيه لأهدافهم في العمل والمسارات التي تحقق هذه الأهداف. والقادة الأكفاء هم الذين يساعدون مرؤوسيهم في إنجاز أهدافهم مثل المزيد من الكسب والترقية. العوامل الموقفية التي يجب على القائد مراعاتها والتي يتوقف عليها نمط القيادة الذي يستخدمه تشمل مجموعتين. المجموعة الأولى خصائص المرؤوسين مثل حاجاتهم المختلفة والقدرة على الأداء وصفاتهم الشخصية. العامل الثاني أو المجموعة الثانية العوامل البيئية مثل طبيعة العمل نفسه ونظام السلطة. تحتوي نظرية المسار والهدف على 4 أنماط رئيسية من السلوك القيادي: النمط الموجه، ويقابل نمط القائد التسلطي حيث لا يوجد أي نوع من المشاركة من جانب التابعين. النمط المساند، يكون القائد صديقا ويظهر نوع من الاهتمام الإنساني لمساعديه. النمط المشارك، يطلب مقترحات التابعين ويستخدمها ويتخذ القرار. النمط المهتم بالإنجاز، بيحدد أهدافا تماثل تحديات للمساعدين ويظهر من الثقة ما يساعد على تحقيقها. ثالثا، دور القيادة في الصيدليات. تمثل القيادة عنصرا هاما في عمل الصيدلي، حيث يحتاج المدير الصيدلي إلى التأثير في العاملين معه لتحقيق أهداف المنظمة من خدمة العملاء وزيادة الأرباح وتحقيق التميز. يستطيع الصيدلي الذي يحمل صفات القائد أن يستثير همم العاملين ويدفعهم إلى العمل كفريق متكامل متعاون يسعى إلى التميز والارتقاء بالخدمات المقدمة. ويمكن للصيدلي أن يستفيد من نظريات القيادة المختلفة على النحو التالي: نظرية القيادة. بالنسبة لنظريات القيادة الموقفية، يستطيع الصيدلي التعرف على نوعية العاملين معه وظروف العمل، وبالتالي يستطيع اختيار نمط القيادة المناسب للموقف. بالنسبة للنظريات السلوكية، يستطيع الصيدلي من خلال الشبكة الإدارية أن يصل إلى النمط القيادي الأمثل الذي يعمل على الاهتمام بكل من العمل والعاملين بدرجة عالية. بالنسبة للقيادة التحويلية، يستطيع المدير الصيدلي بما لديه من رؤية ورسالة وقدرات وثقة في النفس وصورة إيجابية لدى العاملين أن يعمل على تطوير العمل ونقل الصيدلية إلى حالة أفضل. إن دراسة القيادة والتدريب عليها بتعتبر من الأشياء الهامة سواء بالنسبة للصيدلي أو طالب الصيدلة الذي ينوي إقامة مشروعه بعد التخرج.